السلام عليكم متابعي قناة مجهول معلوماتي. البطاريات هي واحدة من أكثر الأجهزة استخداما في المجال التكنولوجي، حيث ستجدها في معظم الأجهزة الإلكترونية كالحواسيب المحمولة والهواتف النقالة وغيرها. وهناك العديد من الاعتقادات والمفاهيم الخاطئة التي يظن البعض أن لها دورا في المحافظة على البطارية، لكن في الغالب هذه الاعتقادات لا ترتكز على أساس علمي، وقد تكون لها نتائج عكسية قد تضر بالبطارية. وفي هذا الفيديو سوف نصحح 4 اعتقادات مشهورة عن البطارية والتي ليس لها أساس من الصحة. وضع البطارية في الثلاجة. هناك اعتقاد شائع بين مستخدمي الأجهزة الإلكترونية هو أن وضع البطارية في الثلاجة يحافظ عليها ويزيد من قوتها وسعة تخزينها للتيار الكهربائي، إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ تماما وليس له أساس من الصحة، ومكونات البطارية لا تتأثر عند وضعها في الثلاجة. ترك البطارية في الشاحن يتلفها. معظم البطاريات الحديثة تتميز بفاصل التيار الذاتي، بحيث يقوم هذا الفاصل بقطع وصول الكهرباء إلى البطارية مباشرة بعد وصول شحن البطارية إلى 100%. وبالتالي رغم استمرار ربط الهاتف مع الشاحن، إلا أن الكهرباء لا يصل إلى البطارية بتاتا حتى وإن تركته لمدة طويلة. تفريغ البطارية تماما قبل شحنها. يعتقد بعض المستخدمين أن شحن البطارية يتطلب إفراغها تماما من الشحن، إلا أن هذا اعتقاد خاطئ تماما. وعلى عكس ما يعتقده البعض، فإن شحن البطارية قبل نفاذها تماما يحافظ عليها، حيث يجب على المستخدم أن يحافظ على البطارية مشحونة بشكل مستمر ولا تقل عن 10% في عداد الشحن، لأن إفراغ البطارية من الشحن بشكل مستمر يؤدي إلى فقدان كفاءتها وقوتها على المدى البعيد. المعايرة تصلح البطارية. كانت المعايرة من بين خيارات إصلاح البطارية القديمة، لكن مع انتشار البطاريات الحديثة والمتواجدة في أغلب الأجهزة التي نستخدمها تقوم بمعايرة نفسها بنفسها. فالجهاز الذي يتوفر على البطارية الحديثة يتوفر على نظام معايرة ذاتي ولا يحتاج إلى المعايرة اليدوية، لكن هذا لا يعني أن المعايرة اليدوية تضر بالبطارية، بل يمكن لك الاستغناء عنها واستخدام المعايرة الأوتوماتيكية. وفي الأخير، إذا كنت تعرف اعتقادات خاطئة أخرى لا تتردد لذكرها في التعليقات أسفل هذا الفيديو.